في السادسة للتمرين اليومي لفرقة النادي الأهلي من داخل طبعا ملعب مختار التتش. نكمل أخبارنا مع حضراتكم والحقيقة نروح لبوابة الأهرام يا سارة، اللي قالت أنه سويسري ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي كان ليه جلسة الحقيقة مع صالح جمعة. صالح جمعة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي كلها الحقيقة علامة استفهام، ومفيش حد يختلف على الموهبة اللي بيتمتع بيها صالح جمعة. الحقيقة كان في جلسة جمعت ما بين ريني فايلر مع صالح جمعة بعد فترة من فترات كان فيها شد كتير الحقيقة، وكانت النادي جماهير النادي الأهلي كانت متضايقة إنه صالح بعيد عن تشكيلة النادي لأنها شايفة فيه الحقيقة موهبة حقيقية، وهو صالح بيتمتع مفيش شك موهبة كبيرة جدا. الراجل اتكلم معاه في نقط واضحة، واعتقد انه احنا قدام صفحة جديدة بتتفتح في العلاقة بين فايلر وبين صالح جمعة. اكد خلال الجلسة دي لصالح انه محتاج يبذل مجهود اكبر خلال الفترة الجاية، وانه الالتزام ده يعتبر بداية مبشرة جدا، محتاج يركز على انه يرفع مستوى لياقته البدنية، يرفع كفاءة العضلات، يزود من معدلات السرعة عشان يكون عنده فرصة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة الجاية. وخلال نفس الجلسة الحقيقة سارة يمكن كان في إشادة من فايلر بالتقدم اللي حصل في والجهد اللي بيبذله كمان صالح جمعة. أكيد طبعا، هو صالح جمعة يعني بيبذل جهد كبير ولعب قوي، يعني بنبقى دايما محتاجينه في النادي الأهلي. كمان صالح جمعة بينفذ في الوقت الحالي برنامج تدريبي بيتضمن الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية ورفع كفاءة عضلات الجسم، بالإضافة طبعا لإنقاص الوزن. نروح لفصل مع حضراتكم ونرجع نتواصل.